السلام عليكم فريق بلوبيت 22، كاملين معكم مادة الفيزياء 2. وصلنا للتجربة الأخيرة يلي هي تجربة شقا يونغ. الغاية منها دراسة ظاهرة التداخل الناتجة عن موجتين مترابطتين صادرتين عن منبع ضوئي، وهذا الشيء لحتى نعين طول موجة الضوء الصادر. بالنسبة للأجهزة والأدوات المستخدمة بهي التجربة، عنا جسر مدرج بالسنتيمتر، عنا عدسات وهي العدسات ثابتة، عنا منبع ضوئي ليزري، وعنا شاشة تظهر عليها الأهداف، وعنا حاجز بيحوي عدد من شقي يونغ. القانون الأساسي اللي رح نستخدمه هو I صغيرة تساوي لمدة بدي كبيرة على دي صغيرة. الآي الصغيرة هي المسافة بين هدفين متتاليين، أما اللمدة فهو طول الموجة. الدي الكبيرة هو المسافة بين الحاجز، حاجز شقي يونغ، والشاشة، أما الدي الصغيرة فهو المسافة بين الشقين. نشغل الجهاز فتظهر عنا الأهداف على الشاشة. رح نقيس المسافة بين الأهداف من خلال المسطرة. نثبت الصفر على منتصف الهدب الأول لمنتصف الهدب الأخير، تطلع عنا 0.9. الإكس تساوي 0.9. طبعا قيمة الدي الكبيرة اللي أخذناها هي 90 سنتيمتر، من هون للصفر لتسعة. أما الآي فقلنا أنه هي المسافة بين هدبين متتاليين، يعني هي عبارة عن 0.9 على 4. وحدة الإكس هي سنتيمتر، ووحدة الآي هي سنتيمتر. بالنسبة للطلب الثاني، ارسم علاقة حسب جدولك F D. نطلع الآي بدلالة D، يعني بالرسم البياني رح تكون الآي هي الوايات والدي هي الإكسات. وعلى هذا الأساس منطلع المين، الام تساوي دلتا آي على دلتا دي. بعد ما طالعنا قيمة الميل، الطلب الثالث احسب طول موجة حسب قانون مناسب بوحدة الأنجستروم. لحتى نحسب الموجة عنا القانون I تساوي لمدة بدي على دي صغيرة. هي بتشبه العلاقة تبعت التابع Y تساوي M بX، حيث الدي هي الإكسات والآي هي الوايات، فمعناتها I تساوي M بدي، يعني الM تساوي لمدة على دي. على هذا الأساس بنعزل اللمدة تساوي M بدي. الM هو الميل ونحن طالعنا قبل شوي، الدي عطينا إياها بالطلب 0.25 مليمتر. وعلى هذا الأساس نحن مطالع اللمدة، بنضربها بعشرة أو عشرة لحتى تكون بوحدة الأنجستروم. أما بالنسبة للطلب الأخير فهو عبارة عن القانون اللي نحن استخدمناه، والجواب هو أول واحد. فهيك بتكون خلصت التجربة. كانت معكم عائشة الحسن من بلوبيت 22.